تحصير من الكويت. مرحبا علي. هلا والله. علي كيف تحضيراتك لليوم؟ والله قبل يومين كان عندنا تست وحصلت مشاكل مع السيارة والحمد لله كان عندنا يوم كامل نشتغل فيها وأنا جدا متفائل بالسيارة الحين وإن شاء الله إن شاء الله نقدر نحقق النتيجة اللي كنا متوقعينها يعني. كيف أسألك عن صعوبة التراك بشكل سريع؟ والله التراك وايد صعب ومستوى المنافسين السنة جدا عالي ما شاء الله عليهم يعني والمستويات كلها متقاربة على بعض. نحن بنتمنى لك كل التوفيق، نرجع لعندك فرانسوا.